نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه في الكونتينوس تايم سيجنالز نبتدي نتكلم عليه برضه في الديسكريت تايم بيريودك سيجنالز. الحاله لما يكون في عندنا مجموع تو بيريودك سيجنالز، عايزين نشوف اذا كان المجموع دوت يوصلنا لبيريودك سيجنال برضه ولا لا، يعني هل السميشن بتاع التو بيريودك سيجنالز دول هيبقى في الاخر بيريودك ولا لا. اوكي، لو احنا افترضنا السيجنال الاولانيه اكس اوف ان البيريود بتاعتها n1 والسيجنال الثانيه واي اوف ان البيريود بتاعتها n2. اوكي، الكونديشن بتاعنا زي ما كنا شفنا برضو في الكونتينوس تايم سيجنالز، هنلاقي ان الكونديشن بتاع ان السميشن دوت يبقى بيريودك ان n2 على n1 بتساوي p على q، وير p على q ده عباره عن راشونال نمبر، يعني p دي عباره عن انتجر وq دي عباره عن انتجر. لو الحاله دي اتحققت بيبقى السميشن بتاعنا ده بيبقى برضو بيريودك، والبيريود بتاعته بتساوي p في n1 او q في n2. اوكي، يعني q n2 او p n1 هما الاثنين بيساووا بعض. اوكي، على سبيل المثال لو انا بصيت للتو سيجنالز دول ساين باي ان بلس 2 وكوزاين توايس باي ان على 3، لو انا بصيت لهنا وبرده بقارن بتوايس باي ام على ان، اوكي هلاقي هنا ام بتساوي 1 وان بتساوي 2، يبقى معنى كده بيريود هنا بتساوي 2. اوكي، هنا لو عملتها برده توايس باي ام على ان، ام بتساوي 1 وان بتساوي 3، يبقى البيريود هنا بتساوي 3. يبقى معنى كده لو انا بصيت ان 2 على ان 1 بتساوي كام؟ بتساوي 2 على 3. يبقى معنى كده ان البيريود بتاعتي يا اما بتساوي 2 في 3 او 3 في 2. اوكي، فيبقى في الاخر البيريود بتاعتي يعني السميشن اول حاجه هيكون بيريودك، وتاني حاجه ان البيريود بتاعته هتكون بتساوي 6. طيب مثال تاني، لو عندي ساين باي ان بلس 2 وكوزاين توايس ان بلس توايس ان اوفر 3. كويس، طبعا هنلاحظ ان احنا عندنا السيجنال الاولانيه دي برضو هي نفس السيجنال اللي هنا دي، هي تلاقي برضو البيريود بتاعتها ان 1 بتساوي 2. اوكي، المشكله ان الثانيه السيجنال الثانيه هنا ما نقدرش نحطها في الصوره بتاعه توايس باي ان ام على ان كابيتال. اوكي، لان ما فيش هنا باي. اوكي، فمعنى كده السيجنال دي اصلا مش بيريودك، يبقى معنى كده ان السميشن مش ممكن يكون بيريودك. لا يمكن ان السميشن يكون بيريودك الا اذا كان التو سيجنالز اللي هي السيجنال الاولانيه والسيجنال الثانيه هما الاثنين بيريودك.